محمد أحمد حسونة، المستشار القانوني لشركة المستثمرين العرب، وأنا وكيلهم هنا في مصر في كل شيء. وأصحاب رؤوس الأموال كانوا عايشين برا مصر، فراجعين بقى عشان يعملوا مشاريع عقارية على شكل مختلف. فاشترينا 10 فدادين عشان نبني عليها كومباوند سكني إداري. فكل اللي احنا عايزينه إن احنا نأجر الدور الإداري بتاع حضرتك عشان يكون مقر الشركة لحد الإنشاءات ما تخلص. ولحد ما الإنشاءات تخلص ليه ما تخليكوا قاعدين على طول يا سيدي؟ أنا ماليش رأي، الرأي هنا لرؤوس الأموال. طب بص بقى، أنت جيت لي في الدغري فأنا هاجي لك في الدغري. أنا مش عايز أأجر لك سنة ولا اتنين ولا حتى تلاتة، أنا عايز أأجر لك على المدى البعيد، استثمار يعني. هو أنت تستنفع وأنا استنفع، وأنت محامي وأنا محامي وفاهمين بعض؟ لا أنا مش فاهم. أقول لك يا سيدي، يعني أنا ممكن أأجر لك 10 سنين بس نمضي شرط جزائي إن اللي خالف شروط العقد يدفع 1,000,000 جنيه، إيه قولك؟ 10 سنين؟ عايز 15 ما عنديش مشكلة؟ لا 15 كتير علينا. لا يبقى طلبك مش عندي. طب ثانية واحدة، أعمل تليفون وأرد على حضرتك. لا خد راحتك. ايوه يا باشا قول. لو اللي عايز يأجر 15 سنة ليه ما بلاش؟ قول له 20 ويسجل في الشهر العقاري. ازاي؟ اسمع اللي بقول لك عليه، طمنه ما تخلوش يقلق خالص. ماشي يا باشا، اوكي تمام يا منصور بيه، احنا هنأجر 20 سنة بس بشرط نسجل في الشهر العقاري. 20 مرة واحدة؟ انتوا ناويين تولعوها هنا بقى؟ لا بقول لك ايه، خليها 15 كفايه، ما يا بخت من اجر وخفف. كلام في سرك، احنا هنعمل كيان عقاري مفيش زيه في الشرق الاوسط، شغل فنادي زي ما بيقولوا. طب حيث كده بقى، انا محتاج اطلع على اوراق الشركه واعرف مين اللي هيأجر عندي، واشوف ان كان في بطاقه ضريبيه ولا لا، يعني اطمن على المستاجرين بتوعي. يا سلام، تأكيد في جمل. جاهز. دي نسخة من الأوراق وتقدر تطلع على الأصول كمان لو تحب. طب عموما أنت ممكن تسيبني راجع الأوراق دي وأكلمك. تحت أمرك، بس يا ريت ترد عليها النهاردة. بس احنا ما كلمناش في الإيجار. اللي هتعوزه هتاخده، بس أهم شرط اوعى تنسى حلاوتي. أنت طلعت بينهم تعجبني. لا ده احنا كده هنبقى اصحاب قوي. انت وشطارتك، بس اهم حاجه ترد عليها النهارده عشان نمضي العقود، لا اما اشوف مقر تاني. تمام، امان. امان؟ امان يابا. شكرا. العفو، نورت. الله يخليك.